لا بأس، جئت لتلقى حتفك معنا. ملهاش دعوة، قضي الأمر، بعد دقائق ستصل وسائل الإعلام وسيشهد العالم مقتل هؤلاء الأنجاس. عمرو بن العاص والمسلمين الأوائل لما دخلوا مصر كان ممكن يهدوا المعابد دي كلها والتماثيل، لكن أرجوك يا ابني، القتل حرام حرام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كنت هسميه سلطان، عارف انا طول الطريق عمال افكر لك في مدة مش لاقي، ما لقيتش احسن من ان اولع فيك زي ما حرقت قلبي على ابني. اصل انا بعيد عنك كيف ولعت وحرقك. حلني وتعال راجل لراجل وانا فرجيك حالك. لو كنت جيت لي راجل لراجل انما انت استويت على واحده ست. سلامة طارق بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. قول يا طارق، انت واثق من المعلومات اللي جات لنا اخيرا دي؟ مصادرنا يا فندم بلغتنا ان في تحركات غريبه هناك على غير المعتاد. طب تحرياتك يا طارق؟ تمت التحريات. انا شايف ان دي فرصه مناسبه بالنسبه لنا. اكيد سيادتك فاكر اخر شحنه سلاح دخلت البلد عملت فينا ايه وزمايلنا. والمعلومات اللي عندنا بتقول ان دي اكبر شحنه سلاح هتدخل البلد من سنين. الحقيقة احنا مش ناقصين كفاية قوي الأسلحة اللي مرقت البلد الفترة اللي فاتت، عشان كده أنا عايز كل القطاعات في الوزارة ترفع درجة الاستعداد. رفعت أفندم، أنا عاوز أبقى مع الرجالة لحظة بلحظة. تمام يا فندم. ما تقلقش يا فندم، على جثثنا إن الشحنة دي تدخل مصر. على بركة الله، ربنا معاكم. أنا كده عملت اللي عليا، للمرة الأخيرة بفكرك العملية دي لو ما تمتش لأي سبب انت لوحدك اللي هتشيل. ما تقلقش، كل حاجة معمول حسابها. Thank you.
صباح الخير يا رجاله. صباح الخير. عندنا النهارده مأموريه كبيره، هنستهدف شحنه سلاح متهربه. الناس دي يا رجاله عايزين يهدوا البلد، واحنا مش هنسمح لهم، مش هنسمح لشحنه السلاح دي انها توصل باي ثمن. صح يا رجاله؟ انا عايز كل واحد فيكم يركز في دوره كويس، وان شاء الله ربنا هيراضينا وهنرجع كلنا بالسلامه منصورين. جاهزين يا رجاله؟ توكلنا على الله. الو سيف بيه. في بضاعة ما اتفقناش عليها تقريبا جاية غلط، بضاعة من اللي ما بنشتغلش فيها، تحب ارجعها؟ ترجع ايه بس يا سليم؟ استلم البضاعة ولما ترجع نتكلم في كل حاجة. وماله؟ بس يا ريت لما ارجع يبقى فيه مبرر محكم. سلام. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هفضل اعلمك لغايه امتى؟ سيف بيحاول يحرج العطارين قدام الشركه بره، ويفهمهم ان سليم مش قادر يحمي الشحنه اللي داخله، جايب رجالته ياخدوا الشحنة. عملت ايه؟
كل حاجة زي ما طلبت يا سيدي. بلغتهم؟ وجاري التعامل كمان. وفي نفس الوقت البوليس على بعد كم خطوة منهم، ولو وصل هيقبض على كل اللي هناك. تم تحديد الهدف يا فندم. حدد لي الموقع. المعلومات طلعت صح يا فندم. هبعت لك دعم في الطريق يا طارق، ما ينفعش يهربوا. ما تقلقش يا فندم. انا عايز افهم كده العمليه تبقى باظت. احنا بنلعب، اللعب لسه بيبتدي ولسه هاي حلاوه. What's going, Smith? We will pay whatever you want. خلينا نتكلم عربي شوية. أنا مش عاوز فلوس. أنا عاوزك أنت والعربيات كلها. ما كنت بعتنا مع الأفارقة دول يا باشا، بدل ما أنت قلقان كده. الراجل اللي أنا بعته والرجالة معاه ياخدوا فلوس في الحاجات دي. ده غير بقى إنه هيجيب لنا كل السلاح، هيخلصنا من عيلة العطارين. مش هتقول لهم ماما. ده ايه يا سميث؟ انت نسيت انت بتكلم مين؟ سليم العطار. سليم بيل عطار. طارق الدعم في الطريق، اتعامل مع الهدف. ابدا اشتباك كامل. وصلت صحيحة يا فندم، وحصل اشتباك. ايوه نوح، الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني بانك ترجع العطارين يقفوا على رجلهم تاني. ايوه يا فندم، كله تمام، بس في هدف هرب. هو انتوا بقى مش هتفهموني اللي بيحصل، ولا الموضوع هيفضل بينكم بس؟ تقول له عمي ولا اقول له انا؟ لا فهمه انا دي يا يحيى. شوف يا سيدي، احنا طول عمرنا كعطار ما بنشتغلش في السلاح الطويل زي ما انت عارف. سيف العزازي بقى كان عايز يدخل شحنة سلاح تقيل، لا وكمان ايه؟ كان عايز يلهف شحنتنا ويقضي علينا، وبكده يبقى خرج العطارين من السوق الى الابد، ويبقى ضرب كل العصافير بحجر واحد. احنا بقى خدنا كل العصافير من ايده، وخدنا من ايده الحجر كمان. لا افهم بقى ازاي عملت كده. شحنة سلاح كبيرة قوي جاية، وسيف كان عارف ان مفيش حد يقدر يدخل كمية زي دي غير نوح، وعشان كده وسطني ان اكلمه. بس انا ما كنتش مرتاح للي بيحصل.
وعندي نوح توقعاتي طلعت صح. السلاح اللي جاي تقيل، مش هي دي المشكلة. كمية السلاح اللي جاية كبيرة جدا، كمية قوي محرم. ومن عند سيف بقى معلم جات لي المعلومة انه ناوي يغدر وياخد الشحنة كمان ويصفينا. انا بقى لما يحيى قال لي على المعلومة اللي وصلته من مكتب سيف، سربت للداخلية معاد العملية ومكانها، وقررت اسلم لهم سلاح سيف التقيل. وعرفت ان طارق البنا هو اللي جاي، ودي كانت نص الهدية. المرة الاخيرة بفكرك، العملية دي لو ما تمتش لأي سبب انت لوحدك اللي هتشيل. ما تقلقش، كل حاجة معمول حسابها. يحيى وعمار هيأمنوا الطريق عشان رجالته. هنمشي بسرعة قبل وصول الداخلية. المهم انت أمن لنا المخزن اللي اتفقنا عليه. هلو هلو. وكل اللي كنا متوقعينه حصل، وفي آخر لحظة قدرنا نخلع بشحنتنا قبل الداخلية ما تكبس. هنا بقى يجي دور الهدية. سيف من كام شهر دخل سلاح تقيل وعمل مشاكل كتير قوي، يبقى السلاح ده أحسن يروح في ايدين اللي بيدافعوا بيه عننا، مش اللي بيقتلونا بيه. استغرب ليه يا حسن؟ ده انا اللي المفروض استغرب انك هنا. انا جاي الحلاله اللي بتوعي يحيى. غريبه. لا انا كمان جيت عشان الحق العيله اللي بتوعها. خلاص الحقها سوا. بس الكرسي ده ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس. هتقتل اخوك يا يحيى؟ ما هي الحكايه كده يا ابو علي، اللي اتظلم في حياته بيتظلم في مماته برضه، وانا وانت اتظلمنا كتير، بس انا ما عنديش استعداد اموت النهارده. وليه حد يموت؟ عشان حد يعيش. اللي بيتظلم ما بيظلمش. بلاش تظلم نفسك وتظلمنا كلنا معاك. ما تشيلنيش انا حمل السنين اللي فاتت. واشيله انا ليه؟ واشيله انا كمان ليه؟ عشان في حد لازم يشيل يا ابو علي. أنا مش جاي أعمل زي ما عبد الله عمل ولا أخد حقي بالدم، بس في نفس الوقت مش هسيبه عشان ما يضيعش مننا كلنا. مش عاوز خدي دمك يا سمير، خدوه على السجن. لازم تلحق العطارين بأي طريقة يا كرم. يا
هاتوهم. ادخل بسرعة. جاء الوقت اللي تنتهي فيه حكايتكو على الطريق. سيبها واسيبك تعيش. نزل نزل سلاحك، نزل سلاحك بدل ما تموتوا انتوا الاثنين مع بعض. يلا يلا مش غير في حاجة واحدة بس، ما موتش على الدم التقيل ده. سارة أنا عايزك تموت وأنت مطمنة. جوزك راجل نظيف، أنا قلبت الشات بتاعه وكل ما لقيتش أي حاجة. والشهادة لله يعني أنت ما تتخانيش. فكنا يا مروة، لو انت راجل فكر. قلك راجل يا مروان، لو راجل يا مروان بلاش هي، خليك راجل يا مروان بلاش هي. لما تفوق نبقى نشوف امها هتعمل ايه فيها. بلاش يا مروان، مروان بلاش عشان خاطر. انت ايه يا اخي؟ امك ضعيالك؟ انا مش فاهم يعني. شوف ربنا، مين اللي تلحقك مني؟ مراتك. انت كان ليكي عندي طلب واحد ما يتربش، وانا عشان راجل بحب اللعب هنفذهولك، بس على شرط. أنا عايز سارة بإيديها الحلوة دي تضرب فارس على وشه قلم النمائي طرقة. وده ليه؟ علشان خاطر تقول له عيب. ما يصحش يا فارس. ما هو مش هينفع يا مروان. خلاص يبقى يموت. خلاص 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 خلاص، عشان خاطري، عشان خاطري يا سارة ساعدي نفسك وساعدي فارس. لا يا سارة، لا ما تموتنيش انت. لا لا يا سارة ما تموتنيش انت، ولا اختاري يا مروان. لا يا سارة ما موتنيش انت يا سارة. لا 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 لا
عايزين نتصرف بسرعة يا كرم، الوقت بيسرقنا. جان هانم نايمة فوق منهارة. للأسف رضوان هرب من رجالتي، بس هنوصل له. أهم حاجة سلمى يفضل تليفونها مفتوح أطول فترة ممكنة عشان نعرف مكانها فين. إيه حكاية رضوان ده؟ ولا حاجة، واضح إنه مش قادر ينسى اللي حصل لأبوه وأمه. وأبوه كان شغال مع زينبي الله يرحمه، مظبوط؟ مظبوط، واتقتل في عملية من العمليات بعدها بسنتين ومتقتلت. بعدين؟ ولا قبلي؟ هو تصور إنه زين وراء قتل أبوه وأمه، بس زين ما عملهاش. أيوه تمام، اقفل. رضوان في المكس. حلو كده بقى، يبقى قضي الأمر. خير يا دكتور؟ احنا طلعنا الرصاص والحمد لله، لكن ما خبيش عليكم في واحد من الاثنين حالته مش مطمئنه بالمره، الموضوع ممكن يحتاج عمليه. مين فيهم يا دكتور؟ ما تقلقوش باذن الله خير، بس انتوا ادعوا لهم ربنا ينجيهم. حاضر ان شاء الله. وانا بامن على الحراسه اللي على اوضه صالح، ما لقيتش ولا واحد منهم، وما فيش حد في الدور كله. احنا شكلنا كده متطورين. في واحد في المكس اسمه الرئيس رفاعي، أي حاجة هتحتاجوها هناك هو هيقضيها لكم. لسه برضه زي ما أنت يا كرم. الله يرحمك يا زين. كان دايماً يقول لي كرم ده برغم سنه الصغير إنما له في كل خرابة عفريت. خرابات دلوقتي كلها بتاعتي، العفاريت اللي فيها كمان. الله يرحمه زين بيه، مهما عملت مش هوفي اللي عمله معايا ابدا. ازاي بقى؟ ده كفايه انك جيت ولحقت العيله. من غيرك كان زمانهم كلهم ماتوا. لكن قول لي بقى يا كرم، العفريت بتاعك بتاع الماكس ده معانا لحد فين؟ لبعد الاخر بشويه. ايوه مريم. عمار؟ ايوه يا سليم، عمار ورؤية. طب اسمعي، ما تخليهمش يروحوا في اي حته، امسكي فيهم وخليهم قاعدين لغايه ما ارجع. لا يمشوا فين، دول في عينيا وقلبي. اصيله يا مريم، ربنا يخليك ليا يا حبيبي وترجع لي بالف سلامه. انا مش عارف اقول لك يا كرم. ما تقولش حاجه يا سليم بيه، لولا اني مسافر بره مصر كنت جيت معاكم المكس. حتى اسكندريه وحشتني. كأنك معانا بالظبط، وكفاية اللي عملته لحد كده. عموما لو احتجتني انت عارف هتجيبني ازاي. تروح وترجع بالسلامة.
السلام عليكم. عليكم السلام. ما تعرفش فين الرئيس رفاعي؟ الحمد لله على السلامة. سليم بيه. سليم بيه؟ انت مين؟ انا الرئيس رفاعي. قولولي صالح على سير المجهز وطلع. انا مش فاهم فيه ايه؟ نازل على فين؟ ما تقلقش يا دكتور، خليك معاهم انت بس وانا هتصرف. هات لي سلاح. خلي ده معاك. بس انا ما اعرفش استعمله. هتعرف تستعمله. لا خليك هنا، خليك كمل عليهم هنا. يلا حرق. استغربت لما جات لي رسالتك، مش من رسالة، استغربت من المكان. ما كنتش أعرف إن أنت بتحب تيجي هنا. يا ترى إيه سر؟ ولا سر ولا حاجة. المكان هنا جميل، هادي ورايق ويساعد على التفكير. بس اللي يبص لمصر من هنا يلاقيها بقت بتشغي وحاجات كتير فيها اتغيرت. ولا اتغيرت ولا حاجة، كل حاجة زي ما هي. الحق هيفضل حق على طول، والباطل هيفضل برضو باطل على طول. بص كويس يا طارق بيه، بص على العماير والشوارع والعربيات، مليانة ناس، وكل واحد في الناس دي عنده حكايات ومشاكل ولحظات حلوة ولحظات وحشة، ومع ذلك كلهم بيبتسموا ويضحكوا ومستنيين بكرة اللي أحلى. وبكرة يبقى أحلى مادام فيها رجالة زيك. بس البلد ما تشلناش إحنا الاتنين. إحنا مين بقى؟ خلينا نمشيها الخير والشر. لو ما فيش شر هتعرف الخير من إيه؟ ازاي؟ ما اصلها مش جنة يا طارق بيه. واحنا مش هنسيبها لكم تخلوها نار. انت ليه حاسبني على الشر؟ انا مش مع الشر، انا مع الحق. بس المشكلة انه مش دايما الحق بيبقى خير. بس الباطل دايما شر. لو انت متأكد اني باطل ما كنتش جيت. انا جيت عشان شغل. بس بالتأكيد احنا مش صحاب. مصر حلوة طول عمرها، بس يا ريت ما تكونش شايفها حلوة علشان انت باصص لها من فوق. حتى وانا في اصغر حارة بشوفها حلوة، انما انت بقى ما جربتش تشوفها من هناك. انا شفت مصر من كل حتة، مفيش شبر في البلد دي إلا وكعبي معلم فيه. أكيد أنت عارف إن أنا وزين الله يرحمه جايبينها من تحت قوي. ما ابتديناش كده يعني؟ طبعًا. ما أنتوا شغلكوا بيكسب فلوس كتير. فعلًا. شغل التصدير والاستيراد بيكسب فلوس كتير. بس تعرف إيه أكتر حاجة كسبناها أهم من الفلوس؟ الخبرة. ومعرفة الناس. مش بيقولوا معرفة الناس كنوز؟ تخيل بقى إنك تقرأ وشوش الناس وتعرف طبيعهم ونفوسهم واللي مستخبي فيها. كنوز فعلا. أنا بسأل نفسي دايما سؤال، أنت ليه أنت واللي زيك اخترتوا الطريق؟ ليه ما تعيشوش وسط الناس بعيد عن الخطر؟ مش كل الناس شبه بعض يا طارق بيه. في ناس وناس، وربك خلق الكون ده على قانون أساسي، الصراع. حاجات بتعيش على حاجات. الناس اللي انت بتحكي عنهم دول لو ما كانوش موجودين ما كنتش هتقعد على مكتبك. يعني وجود سعادتك مرتبط بوجودهم.
عشان كده يا ريت ما تستقلش بيهم، بالعكس ده انت لازم تحترمهم. ما استقلش بيهم اه، انما احترمهم بالتاكيد لا. وليه لا؟ هما بيعملوا اللي بيفهموا فيه، وانت كمان بتعمل اللي بتفهم فيه. هما ما يقدروش يعيشوا زيك، وانت كمان ما تقدرش تعيش زيهم. هما اللي حواليك لهمش تعمل عندك؟ اكيد بتحب ابنك ومراتك يا طريقي، مش كده؟ اكيد. طب ما سألتش نفسك ليه هي اختارت انها تربط حياتها بيك، برغم انها عارفة ومتأكدة انه في اي لحظة ممكن الباب يخبط تفتح تلاقي خبر موتك مستنيها؟ انا برضو اللي معايا كده اختاروا انهم يربطوا حياتهم بيا، وانا ما كدبتش عليهم. ايوه بس انا لما اموت اهلي هيفتخروا بيا، انما انت لما تموت هيستخبوا معارك. لا انا برضو لما اموت اهلي هيفتخروا بيا، وانا ما اعتقدش ان اهل سعادتك بيحبوك اكتر ما اهلي بيحبوني. انت عايز يا سليم؟ رغم ان انت ما ردتش الهديه اللي فاتت، بس انا برضو جايب لك هديه تانيه. بمناسبه ايه؟ بمناسبه انك بتدور على حاجه وعمرك ما هتقدر توصل لها، وانا عشان بعزك قررت اني اوصلها لك بنفسي. دليفر يعني؟ دليفري من مطروح. تمام يا شيخ. طب روح ساعد الرجال، خليهم يجيبوا غنمها يذبحوها ويعطوها للحريم يسووها. أمرك يا شيخ. عواد، ما ودي أي غلطة، ود الضيوف يحبوا المكان ويعودوا مرة تانية. ما صدقنا السياحة عودت مرة تانية. السياحة لو انضربت يا عواد إحنا اللي بننضر. خلينا نشوف أكل عيشنا. ما تشغل بالك يا شيخ. يلا قحلة. نعم يا أخوي. وين سلام وعساف؟ سلام بيجمع الاغراض مع الرجال بالبر، وعساف لسه نايم على فرشته. ابعتي لحد يفوجه ويقول له ان انا اللي بعت له. الشغل كتير والضيوف عوصول. همي حاضر. الاسطوات اللي بعتهم الحاج زكري ما شاء الله عليهم، جددوا كل حاجه في ثواني، ربنا مسهلها لك يا حازم بيه. الحمد لله، ولولا عم طنطاوي برضه ما كناش انجزنا كده. العفو يا استاذ حازم، ده شغلنا، وبعدين الحاج زكري موصيني. لا مش عم طنطاوي لوحده، والبشمهندسه شمس، لولاها ما كانش المصنع اتركب بالسرعه دي. ولعلمك عدوه الكراكيب الاولى، اي مكان قديم بتصوره وتجدد مكانه. اوعى تكون دخلت الاوضه القديمه. لا يا طمر، اوضتك القديمه زي ما هي وكراكيبها. المهم دلوقتي ان مسؤول الماركتنج يجيبوا لك العقود عشان تبدا في التصنيع، ولا ناوي تركن؟ لا اركن ايه، انا عملت الصعب. طب استاذن انا يا جماعه، في مكان تبني الشغالين، هروح اقف مع مستوات. اتفضل يا عم طنطاوي. انا هعمل جرد لكل الشركات القديمه بتاعتنا، وهتصل بالتجار اللي بيوردوا لنا الخامات اللي كانوا بيتعاملوا مع الحاج زين العطار، واكيد هنلاقي ناس منهم يرضوا يتعاملوا معانا ان شاء الله. مية مية. عن اذنكم. اتفضل. انا عملت تصميمات ومكتبه. هو حاجة جميلة جدا، بس أنا ما بعرفش أتفرج على حاجات وأنا معدتي فاضية، وبعدين ما باكلش لوحدي يعني. تتغدي؟ مش هينفع نتغدى مع بعض، بس بصراحة بقى محرج عليا. إيه؟ إيه يا عم أنت مالك؟ بهزر معاك. أصل عماد أخويا النهاردة أجازة، يوم رجوع أجازة ده بيبقى يوم عيد عندنا، وماما جارتنا بتعمل له ملذة وطب. ملذة وطب؟ هو خاطب بنتها ولا إيه؟ لا هفهمك. أم محمود دي جارتنا من يوم عيد عندنا،
من ساعة ما ماما ماتت وهي اللي دايما بتاخد بالها مننا لما هو يكون في الشغل. يعني تقدر تقول كده زي أمي يعني. جميل. بالهنا والشفا، بس المرة الجاية مفيش أعذار. وريني بقى التصميمات اللي على معدة فاضية دي. والله يا سيف بيه، المواصفات دي يبقى مفيش عندنا غير حل واحد، فرقة موسى. مين يا اخويا؟ فرقة موسى. موسى ده كان عيل متربي معانا زمان في الدار، بس سابها من حوالي 15 سنة. وحكايته ايه؟ لا حكايته طويلة شوية، بس زي ما تقول كده الواد ده اتولد وهو قلبه زي الحجر، ما كانش بيعمل أي خاطر لإخواته، أي حد فينا كان بيضايقه كان بيعوره على طول. مرة زمان الواد عمار شتمه ما ردش عليه، عوره في حاجبه، ولحد دلوقتي لسه معلمة في وشه. ما كانش ليه كبير، ولا كان بيسمع كلام حد، ولا حتى كلام الشيخ سلام. الله يرحمه. الله يرحمه. زين بيه كان مأمنه على كل حاجة في الدار. الشيخ سلام ما كانش بيحب يسجد، ما كانش بيتحرك كده غير مع شلة، ما كانوش بيتحركوا غير في المصايب بس. بعد كده الشيخ سلام طردوا من الدار، طلع منها على الجبل، اشتغلوا كلهم قطاع طرق بالأجرة، بينفذوا عمليات لأي حد. طب موسى ده هيدعي ساعتها على الطريق؟ اه طبعا. بص يا باشا، دي شغلته دلوقتي. بعدين موسى ده عبد للفلوس، طالما هتديله هيتطيلك. يعني ديته معروفه. حلو قوي. انا بحب الناس اللي هديه دي بتبقى واضحه اكتر، ما عندهاش تمثيل كتير. يعني اجيبهولك؟ عاجبني حماسك. اهو حبيبك جالك اهو. ربنا ما يحرمنيش منه ابدا ابدا يا حبيبي يا ابني. كفايه بقى يا ام محمود، انا تعبت من مجايب الاطباق. الف هنا وشافه، هو انا عندي اعز من عماد؟ ربنا يخليك لينا يا حبيبتي. هو يعني محروم من اكلك؟ ما طول ما بيبقى اجازه افطار وغداء وعشاء عندك انت. مالكمش دعوه، ده غلاوته من غلاوه محمود. ده انا بحبه، ده مربيه على ايديا. بس الاكل ده يكفي الكتيبه بتاعته كلها. هو انت ناسي يا هانم ان نايبي بيتشال من كل اكل بتاكلوه في البيت هنا وانا مش موجود؟ لا يا سيدي مش ناسي، يا بابا بقى وعمايله. ايه طب بذمتك يا شموسه، انت بذمتك قلبك مش بيوجعك لما بتنسي تشيلي نجوى من الاكل؟ بصراحه اه. طيب بس هو يعني هناك ما عندهمش في الكتيبه اكل زي ده؟ ده تلاقيهم بياكلوا الفراخ صاحيه، انا شفت كده في التلفزيون. لا يا حبيبتي، اللي بياكلوها صاحيه دول بتوع الصاعقه، احنا بناكلها مستويه عادي والله. يا رب يا رب يا حبيبي، كده يحميكوا ربنا انت وزمايلك يا رب. على فكره بقى، انا قاعد سامع الدلع من بدري ومش عايز اتكلم، شويه بقى كده. يا اخويا ما انت على الحجر على طول، سيب الواد ينبسط اليومين اللي جاي فيهم اجازه. انا تعبت بقى يا ام محمود، خلاص انا هقعد. خلاص انتوا كله لغايه ما اجيب السلطه، هي خلصت خلاص. اقعد يا ام محمود، اقعد. كتر الف خير، الكفايه قوي اللي عملتيه ده. خير ايه بس يا استاذ ذكري؟ هو انا عملت حاجه؟ ربنا يبارك لنا في عمرك يا حبيبتي. يا حبيبي يلا يا اولاد، بسم الله. بسم الله. بسم الله. اتفضلوا يا رجاله. تشكر يا سيدنا. اتفضل. ندى فين؟ وانا مالي وقصع؟ بقولك ندى فين؟ وقصع مرأتك يا ندى. شوية عيال صغيرة هيلعبوا عليا انا. انا مروان جلال. وانا رودي عساتي، ودي اللي اوريك رودي هتعمل فيك ايه؟ هجيبها يعني هجيبها. يلا غور من هنا. بس صاحبك ده شكله صاحب مزاج عالي قوي. قصدك عشان المكان يعني؟ المكان والفاكهة، شكله كده لوحده في عالم تاني. مين أذن لك تمد يدك؟ إيه يا عم الدخلة دي؟ أنتوا مين؟ الدار أمانة يا موسى، أنا أمير، أمير ابن الشيخ سلامة. أمير؟ أمير؟ كبرت يا أمير؟
كبرت وتغيرت. ما انت كمان يا موسى اتغيرت. اتغيرت كتير قوي. لا انتوا جايين ليه؟ عايزين ايه؟ ابوك لسه عايز مني حاجه تانية ولا ايه؟ لا يا موسى، ابويا مش عايز منك حاجه ولا من غيرك. ابويا الله يرحمه. الشخص لما مات مات؟ الله يرحمه يا موسى. عموما انا عايزك في حاجه تانية خالص. انا سبت شغل مع العطارين من زمان، شغال دلوقتي مع واحد كبير اسمه سيف العزازي. هو بعتني ليك عشان عايزك في مصلحه، وانا قلت له محدش هيقدر على المصلحه دي غيرك انت يا موسى. مصلحه؟ مصلحه ايه دي؟ لا ما هو ده لا مؤاخذه بقى، هتعرفه لما تيجي معانا. اللي يعوز حاجه من موسى الجلاد ياجي يطلبها منه هنا. شرفت يا بهوان. انا هعرف ربيه كلب ده ازاي؟ انت لازم تجيب لي حقي منه. طبعا. بس انت برضه غلطانه يا رودي حبيبتي. ندى صاحبتي الوحيده. ما كانش ينفع اتفرج عليها وهي بتتعذب من غير ما اعمل لها اي حاجه تساعدها. معلش احبطت توقعاتك. لسه الخير كله ما ماتش جوايا. خير. خير ان شاء الله. طب شوفي بقى يا حبيبتي. طالما انت ناويه تشتغلي معايا ان شاء الله، لازم تتعلمي ان الخير اللي جواكي توظفيه لمصلحتك وبس، ولو ضروري قوي لحد تاني يبقى بمقابل. هو الشغل معايا كده. هو انت هتسيبني زعلانه؟ من امتى؟ سيب الموضوع ده عليا انا. انا هعرفه ازاي يتكلم معاكي كويس. ده كلب. لما نشوف. ده انت حبيبتي. خلاص البضاعة اتشونت والرجالة هتتحرك في الفجر. العملية دي لازم تنجح يا سليم. دي الحاجة الوحيدة اللي مصبراني عشان بعد كده أفضل كلاب السوق. وبعدين يا نوح ما تهدى كده أمار، ما تخليش الغضب يعمي عينيك. غضب؟ الغضب إيه يا سليم؟ الغضب ده مشاعر، والمشاعر دي عند البني آدمين بس. الأغبياء قضوا على آخر حاجة كانت مخلياني لسه بني آدم. وأنا إيدي في إيدك، واللي يعاديك يعاديني. برابيلوم ألماني من أيام هتلر ده. ذكري بتحكي لي عن أبويا. أبوك؟ يوه ده كده القعدة هتبقى للصبح. وراك حاجة؟ لا. أنت عاوز إيه بالظبط يا نوح؟ عاوزني أخلص لك على تجار السوق كلهم عشان ترتاح؟ أنا يوم ما أحب أعمل كده لا حاجة أخد رأيك ولا حاجة أطلب منك مساعدة. أنا حبيت بس أعرفك الكلاب اللي أنت دخلتيهم السوق عملوا إيه؟ وأفهمك اللي حصل معانا. أنا مقدرة الحالة اللي أنت فيها، بس أنت ما عندكش دليل واحد ضد أي حد. ما إحنا كمان مش هنستنى لغاية ما نتصفى في بيوتنا واحد ورا التاني. دي مش أول مرة. وأكيد أنت فاكرة اللي حصل للعطارين من كام شهر. فاكرة يا سليم، ولسه بحقق في الموضوع. بيقابليني. جرى إيه يا نوح؟ أنت مش واثق في الشركة ولا إيه؟ أنا أساساً ما بثقش في حد. وضع السوق بقى مرعب، والأمان اللي كان موجود في السوق أيام ما كانوا العطارين هم الكبار ما عادش موجود. اللي أنت عاوزه يا سليم لسه أوانه ما جاش، لسه شوية. وبعدين أنت بتتكلم عن العطارين أيام ما كانوا العطارين. وهو أنا مش مالي عينك ولا إيه؟
أنا سليم العطار. لسه شوية يا سليم. وأنت يا نوح اهدى شوية، على الأقل لغاية ما نخلص العمليات اللي في إيدينا. نعم اهدى. خلاص يا نوح. خلاص إيه؟ لو بنتها كانت هي اللي ماتت وأنا جيت دلوقتي أقول لها اهدي كانت هتهدى؟ بقول لك إيه؟ أنا هاخد حقي غصب عن الشركة وعن التجارة كلها، وهعرف اخد حقي كويس قوي حتى لو كان منك انت شخصيا. باشا ازاي يا باشا؟ بس ده سمك كتير حواليه. لا ما يعرفهمش. هو اللي جاوب نفسه. كان عايش مبسوط في البحر الواسع وسط اهله وناسه لحد ما اترمى في حضن عفه ضيق. كان لازم يعني يتقرن وعمل فيها فالح. هو ترى مفقود ما يعرفش في حد ولا حد اصلا مستعمل. يبقى لازم يستحمل وينفذ الامر وهو ساكت. والله يا باشا ما عليك قدر، ما هو كده يعني مش عارف اكتر من الحكومة. انت صح ابو صبري. قول لي بقى، اشرب من الكاس ده ولا الكاس ده؟ بالهنا والشفا الاثنين يا باشا. صح. وعلى ايه الدول؟ يحيى عطار جرايا غندور. انا مش كنت من يومين يحيى بيل عطار ولا ايه؟ على العموم انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. اللي بالحق هو فين سيد؟ مطرح ما يكون مالكش فيه. قول لي عايز ايه من الاخر. اخر مره ما كلمتني حسيت ان انت زعلان مني، وانا ما رضينيش زعلك. حتى بالاماره قلت لي ان انت ليك عندي حق، وانا الصراحه ما اعرفش انام مديون. انا بيني وبينك دم يا يحيى، وحقي مش هسيبه. وماله؟ خير البر عاجله، وانا جيت لك لحد عندك اهو. يلا خد حقك، ولا مستني سيف العزاز ياخده لك؟ لا، انا حقي باخده بدراعي يا يحيى. وماله برضه؟ اللي يطلب من يحيى العطار الحق يجي لحد عنده ويديهوله. اديله حقه حق. استنى يا يحيى، مش هسيبك يا يحيى، مش هسيبك يا يحيى، هاي مش هسيبه يا يحيى. من زمان واحنا مدفونين في قلب الجبل ده لغايه ما بقينا شبهه ولونه طفح على جلدنا. حبسنا جواه غصب عنينا مش بمزاجنا. اللي حكم علينا حكمه هو اللي بيدي الحكم. طردنا من ديارنا، شردنا وبقينا زي الملعونين.
بس خلاص جه اليوم الرجالة، جه اليوم لكل واحد فيكم لازم يعرف ان الحكم ده باطل، الحكم ده ظالم، وتشردتنا دي وتوهتنا في الارض دي لازم يدفعوا ثمنها غالي وغالي قوي، هم وكل اللي هيوقف قدامنا. الوعد اللي وعده لنا سيف بيه هيخلينا نحط يدنا على الدار ونبقى فيها على طول، قابل ان احنا نحميله بضاعته. وسيف ده ليه في الدار دي؟ عشان ادهالنا يا كبير. ليه المصلحة، والمصلحة تحكم، والحظ رماها في حجر، وانا مش هقول لا لا. خلاص يا رجالة، خلاص عهد الجبل ولا هنسيب الجبل، ومش هناخد مني غير قلب الصواد، وضارة هنرجع له زي ما طلعنا منها مكسورين، هنرجع النهاردة منصورين. يلا رجالة يلا. سيب الدار وامشي يا عزيز من غير دم. مش هسيبها يا موسى، ومش هتاخد الدار دي اللي على جثثنا. المشكله مش في جتاتكم يا عزيز، المشكله اني ما عنديش وقت ادفنكم. ايه يا موسى، هتقتل اخواتك؟ مين اللي بيتكلم؟ تعال تعال، ما تخافش. مالك متضايق ليه؟ متضايق عشان هقتلكم؟ مش احسن ما تقتلوني انتوا؟ احنا ما بنقتلش اخواتنا يا موسى. انا بقتل عادي. القعده اللي قعدناها في الجبل خلتنا غيركم يا ولاد زين وسلامه، القعده اللي قعدناها في الجبل علمتنا القسوة، علمتنا ما نعرف وش الرحمة. من هنا ورايح الدار دي داري ملكي، فرصتكم الوحيدة عشان تنفذوا بجلدكم انكم تمشوا، يا إما تموتوا كلكم.
زي ما توقعت. ها؟ بالحرف. تخطيط ده ليه أصول، موهبة من عند ربك سبحانه وتعالى. تمام، بس التخطيط ده بيبقى ليه اللي ينفذه ولا ياسب بيه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ده انت الخير والبركة. الخير ده اللي هو قدامه كم صفر يعني. يعني ايه كم صفر؟ ربنا يزيد ويبارك. والحكمة بتقول قليل دائم خير من كثير زائل. اتفضلي يا حلوة. المرة دي ماشي يا سيبي، بس من المرة الجاية عايزاك تبقى عارف ان انا ما بيفرقش معايا ولا دايم ولا زي. كل اللي يفرق معايا القليل والكتير. اتفقنا يا سيبي؟ اتفقنا نوجة. ضرب نار. لا انت كويس؟ رجال سليمة. في ايه؟ رجالة من عندنا راحوا اصطادوا في الرابعة عندهم. وماله؟ حصل ايه يعني؟ لا ما حصلش يا تي، البحر برضه كله يصوم. والاصول بتقول ان قانون البحر يحكم بيننا على الرابع. الرابع يا يتيم، الرابع ده حقنا، وانت اعتديت عليه. غير ان احنا يتيم لينا حق في الدم ولا ايه؟ بس ايدك وانت بتكلم اليتيم. رئيسكم هو اللي بدا الضرب الاول، واحنا عندنا دم وانتوا عندكم دم. عرف البحر يحكم بيننا على الربع، يا اما بقى راجل منكم وصد راجل مننا في المايه. وماله يا تيم؟ خلاص يا تيم، حق انا هاخده بايدي. لا قطعت انا اخويا، انا مستناه من بدري. المره دي يا عمار الكوره جايه في ملعبك انت. عايزة خلال أيام تخلص موضوع الدار ده، ومن غير شوشرة ولا كلام كتير حوالين الحكاية. انت شايف الإعلام ما بيسيبش حد في حاله اليومين دول. طمن يا بابا، أنا هبدأ أتحرك والدار هترجع. يعني هترجع؟ مش بس كده، ما هو لازم الدار ترجع، ولازم اللي اسمه موسى ده يتربى هو كمان. مش عايزه يموت، عايزه يفضل عبرة لكل اللي يفكر في يوم انه يحط على العطارين. انا قبل اي حاجه لازم اروح واتكلم معاه. بقول لك عايزه يبقى عبره، تقول لي اتكلم معاه؟ بابا انت قلت لي الكره في ملعبك، ارجوك بقى سيبني العب براحتي. يا عمار الحقوق ما بتتاخدش بالكلام. انت كده هتبقى بتضيع وقت. كل واحد وليه دماغه. صدقني انا عارف انا هعمل ايه كويس قوي. ولو اني مش مرتاح ومش مطمن، بس انا هسيبك تعمل اللي انت عايز تعمله وهفكرك. وانا اثبت لك اني قد كلامي. طب يلا يا اخويا انجز شويه بقى لحسن هموت واخش الحمام. تحب اركلك في اي حته؟ حته ايه يا دي؟ انت جننت ولا ايه؟ يلا يلا مد شويه يا عمار اهو. مش قادر افهم الناس عايشه في مكان حلو زي ده، ايه اللي شغاله في الشمال؟ انا وانت بس اللي نشوفه حلو، لكن الناس هنا عايشين مش شايفين فيه اي ميزه، ناس بسيطه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خير يا بهوات؟ بتدور على حد؟ انا جاي لك انت يا ريس رجب. اهلا وسهلا، امورنا بطايقكم. الواد ده اخويا يا باشا، بس الناس بتقطه في البيت. انا قلت خلاص ربنا هداك. ايه اللي رجعك لسكه التهريب تاني يا راجل؟ التهريب يا باشا انا ورحمه ابويا. الف رحمه ونور عليك راجل. عيب ما تكذبش، انت راجل كبير، شيخ الصيادين، ما ينفعش يكذب، الناس هنا بتحترمك. وبعدين انت تفتكر يعني جاي لك مخصوص لغايه هنا وانا مش عارف ان انت اللي نقلت بضاعه العطارين؟
عطارين مين يا باشا؟ انا علاقتي مقطوعه بالعطارين من قبل حتى زينبي ما يموت. باشا لا، باين فعلا ان انت صادق يا باشا. هو في ايه؟ انا والله العظيم ابدا. الشيخ محمود كان راجل طيب عندنا في البلد، جابني الشيخ محمود للشيخ جميل، وهو اواني انا ومرتي وولدي. قول لي يا علي، انت ليك سوابق؟ لا، وعمري ما دخلت قسم. مش عارف ليه انا مصدقك، بس ما اخبيش عليك، اصل اسم العطارين ده ما بيجيش قدامي الا لما بيبقى وراه حاجات مداريه. ليك حاجه ما تصدقش، بس اقسم لك بالله انا صلتي اتقطعت بالعيله من ساعه ما عمي عبد القادر توفى. يلا يا احمد سيبهم يا ريس. مفيش اي دليل ضدهم، دول سمك صغير، المهم الكبار. بس دول سهل يعترفوا. نجيب الحيتان الكبار الاول، وبعدين دول امرهم سهل. بس انا مش جاي عشان لجهز عمي. طب ما انا عارف انت جاي ليه من قبل ما تتكلم، وانا مستني ردك. هو انت ياض فاكر ان انا مش عارف انك حاطط هارون الذهبي في دماغك؟ طب ايه بقى، هتسيبه كده عادي بعد النمره اللي جه عملها علينا دي؟ ومين قال ان انا سيبته؟ ده انا كتفته. ازاي يعني؟ هو جاي وعشمان انه يلعبني ويكسب مني بنت، وانا لعبته وكسبت، بس برضه اديته البنت اللي هو عايزه. عارف ليه يا يحيى؟ ايه؟ بتشتريه؟ مش بس بشتريه، انما كمان بطمعه، بخلي ريقه يجري وعينه تروح على البنت اللي بعده، وبرضه هديهوله. طب ولحد امتى يا عمي؟ لحد ما حسابه يتقل. يتقل قوي. ويا إما يقدر التمن اللي اتدفع فيه، يا إما يحاسب على المشاريب كلها، وفي الحالتين إحنا كسبانين. يا عم أنا عارف كويس قوي إن أنت بتعرف تدورها، وأكيد يعني اللي يخلي الزين العطار الله يرحمه ما يمشيش خطوة غير بيك. خليني أنا كمان أمشي وراك برضو وعالم مغمض كمان، ليه لو ما فيها إن أنا ما اتعودتش ألعب لعبة وأنا مش فاهمها. وهو ده اللي بيعجبني فيك يا يحيى، زي ما انت واثق فيا وفي ادارتي للعيله والتجاره، مسيرك هيجي لك يوم وانت اللي تدورها، وبرضه هكون انا واثق فيك. عارف ليه يا يحيى؟ لانك كبير من يومك. ربنا يديك الصحه يا عمي. الموضوع ملوش علاقه بالصحه، الموضوع وما فيه ان انا زمان عاهدت زين الله يرحمه إن أكون ظهر لكبير العطارين أياً من كان، وما فيش كبير من غير ظهر يحميه. أنت برضو الخير والبركة. شوف الواد أقول له إيه يقول لي إيه. مش موضوع خير ولا بركة يا يحيى، دي حرب، حرب، والحرب ملهاش قوانين، دي لعبة كبيرة واحد بس اللي بيطلع فيها كسبان. وانت يا يحيى مسيرك هيجي لك يوم وتبقى لعيب وحد يكسب، وبكرة فكرك. ازيك يا يحيى؟ ازيك عمار؟ ايه مالك؟ رايح سفرة الكفر وما بتردش، فناخد بعضي واروح لها. انتوا اتخانقتوا؟ لا بل شوية المشاكل العادية اللي انت عارفها يا ابني. الحريم دول عايزين الواحد يبقى تلاجة تلاجة، وانت عيني ما بتستحملش، حامي وخلقك ضيق زي ابوك. ايه
زمان لما كنت بتشتغل مع بابا كان توحيد دراعك اليمين، كنت انتوا الاتنين ما بتتفرقوش خالص. ايه اللي جرالك يا نوح؟ كل وقت ولها دان. وخديجة ذنبها ايه يا ولادة؟ وانا ذنبي ايه؟ كل اللي بتعمله ده مش هيرجع لك بنت. قانون نوح لازم يمشي، كل اللي عمل حاجة هيحاسب عليه. وانت مين يحاسبك على سنين عمر اللي ضاعت؟ سنة ورا التانية وانا كل يوم كنت بستناك، وانت كل يوم كنت بتبعد اكتر. انا بقيت بخاف منك قوي يا نوح، وخصوصا بعد موت فيروز. اوعي اوعي تجيبي اسم فيروز على لسانك للدرجه دي. انت مش حاسه بحاجه؟ لو كانت بنتك كنت قتلتيه بايدك. كان عندها حق فيروز ما تحبكيش، وانت مصره تفكريني كل شويه. بقول لك يا ليلى، اسمعي الكلام من اول مره، لان مش دايما هيبقى في مره تانية. هسمعه يا نوح، بس خليك فاكر انت ان الواحد ممكن يزعل مره ويعاتب مره، بس هيجي في مره وصدقني هتكون اخر مره. برافو، عاجبني قوي عدد المرات اللي في الجمله. انت مالكيش مكان غير هنا يا ليلى. تقريبا دي مشكلتك معايا يا نوح، انك دايما بتراهن على قلبي وقلبي كان بيجي في صفك، بس صدقني المره دي قلبي طوعني انا وجاي في صفي. اتفرج بقى على ليلى الاول، ليلى اللي بتقول انك ربيتها على ايدك يا نوح. هتفرج، بس خلي بالك ان نوح قبل الطوفان غير نوح بعد الطوفان. عجبك كده يا عم فارس؟ عجبك؟ ابوك بقى يتشتم عيني عينك. انت اللي جبته لنفسك، وردت نفسك توريطه ملهاش عازه، ما خدناش منها غير الفرجه وقله القيمه. تفتكر مين اللي زق البت المذيعه دي عليا يا فارس؟ مش بعيد يكون سيف العزازي نفسه. والله مش بعيد ابدا. اللي خلاه ينزل مسعد محمدي قدامي علشان يهني مش بعيد ابدا انه يشوه سمعتي وشكلي في السوق. هو مسعد ايه مصلحته؟ انا عارف، اهو كارت جديد تلاقيه بيلعب بيه بعد ما خسر مجموعه العطارين عشان يساعدوه في غسيل الاموال بتاعه ده. قصدك انه وافق معاه؟ والله انا كنت شاكك في الموضوع ده من الاول، بس دلوقتي خلاص الحكايه بقت على عينك يا تاجر. اسمع يا فارس، الحرب مع مسعد مش هتبقى سهلة أبدا، وأنا عايزك في ظهري يا حبيبي. عاوزني في ظهرك بجد ولا عشان شكلك قدام الناس؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا فارس؟ يا أخي ده أنا أبوك، عارف يعني إيه أبوك؟ المشكلة أنا مش عارف. تعرف أنا نفسي واقفة منك ليه؟ ليه؟ عشان كنت موجود ومش موجود. اليتيم بيبقى مطمن عارف ان ابوه ميت، واللي ابوه مطلق امه بيبقى مرتاح انه عارف لو عايزه هيلاقيه. انما اللي زي حالاتي هيلاقيك فين؟ كنت عايش وميت في نفس الوقت. انا اسف، انا اسف جدا يا فارس. انا عارف يا حبيبي ان انا اهملتك، بس اوعدك ان احنا هنعوض ده كله ان شاء الله. مش عارف هتعرف تعوض ولا لا. عم زين الله يرحمه وعم سليم ما قصروش معايا واصل، بس ما عرفوش يعوضوني عن كسرتي قدام نفسي. معلش يا فارس، بكره الايام هتثبت لك يا حبيبي. أول مرة أحس إنك صادق. تعرف لو كلامك دي صح وهتخلع يدك من سيف العزازي وهترجع للعطارين، ساعتها هقف جنبك. هتلاقي ولدك فارس. أرجع للعطارين؟ أرجع للعطارين ده إيه؟ لمحنا العطارين.
أنا قصدي يعني يتصفي اللي بينك وبين مرات عمي. مرات عمك؟ مرات عمك مالها ومال الكلام ده بقى؟ وبعدين مرات عمك دي مش من العطارين أصلاً. بعدين اللي بيني وبين مرات عمك لا له دعوة بسيف العزازي ولا له دعوة بالانتخابات. ليها دعوة بالحرب اللي هتحاربها. أديك قلتها من شوية. إنها مش حرب سهلة. عايزك تعرف حاجة واحدة مهمة. إيد لوحدها ما تسجفش عبد الحميد بيه. مالك؟ شكلك قافش. ولا قافش ولا حاجة. وبعدين سيبك مني. وشك مش مرتاح ليه؟ إيه ما بتناميش كويس؟ يعني حاجة زي كده. عينيكي فيها حزن غريب أوي. بقولك إيه؟ أنت أكيد عارف أنا مين. وعارف بنت مين. وعارف إن الدخلة دي ما ينفعش معايا أنا خالص. معلش منك أول مرة ودي صح؟ شفتي بقى؟ اديكي سبتي المقصود من اللي انا قلته ومسكتي في الطريقه اللي انا قلته بيها. يعني بتهربي؟ بهرب؟ بهرب من ايه؟ طبقا لنظريه سامي فيما يتعلق بالهروب، الانسان بيهرب من الحاجه اللي خايف يواجهها او مش عايز يواجهها. وبتقول ايه بقى نظريه استاذ سامي؟ بتقول ان انا تحت الامر في الخدمه، واي حاجه تأمري بيها مجابه، لان مهمتي في المكان ده ان انا اسعد كل الناس وانت اولهم. يعني انت بالذات لو انبسطتي سمير بيها انبسط، ولو هو انبسط هيبسط الكل، وابقى انا كده اديت مهمتي على اكمل وجه. هو انت بترص الكلام ورا بعضه كده ازاي؟ برصه من اليمين للشمال. قلتي لي بقى ايه اللي كان مضايقك؟ هقول لك. يمكن الاقي حل في نظرياتك. بقولك ايه يا ياسين؟ ما تكتب عليا وتعمل لك عيله بدل ما انت قاعد وحداني كده. اكتب عليكي ايه؟ انت اتهبلتي؟ ولا انت عايزاني اجيب عيل في الدنيا دي يتبهدل زمان ما اتبهدلت؟ احنا اللي زينا ملوش جواز ولا خلفه. الجواز ما ينفعش غير اللي زينا. ياما بيوت مقفوله على ناس وما عندهمش اللي عندنا يا ياسين. معلش بس هو ايه اللي عندنا عشان مش واخد بالي؟ فار ولا بهدله؟ انت فاكره ان احنا عندنا راحة بال وبنعرف ننام واحنا مطمنين والكلام اللي احنا بنصبر بيه نفسنا ده؟ احنا ما عندناش حاجه يا رضا. بس انا بحبك. هفضل تحت رجلك لو عاوزني العمر كله. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان تفضل جنبي. الحب ما بيقتلش وبيشرب يا رضا. انا ما ينفعنيش بنت الناس. أنا عمري ما كان عندي عيلة وأهل عشان أحس الكلام اللي أنت بتقوله لي ده. غيري بقى سكة الكلام ده عشان مش أنت بتقولي كلام يضايق. عربية فخمة وفي نفس الوقت شبابي، وتلاقي عليكي يعني تركبي وانت مطمنه. على العموم انا بثق في ذوقك جدا وعارفه كويس قوي انك فاهم طلباتي. ازيك يا يحيى؟ رودي. انا موافقه على العربيه اللي انت اخترتها لي، وبعد ما تخلص الاجراءات هبقى اعدي عليك عشان تعرفني فيها شويه حاجات. وانا تحت امر حضرتك، يومين واخلص لك الاجراءات واقول لك تيجي تستلمي. اوكي في انتظارك. شرفتيني يعني. باي باي. ميرسي. طب بتختار لكل العملاء اللي عندك العربيه؟ خير يا رودي. ايه المقابله دي يا يحيى؟ انا حتى جاي اقول لك مبروك على المعرض الجديد. الله يبارك فيكي. مع اني فاتح المعرض يعني بقالي زمان. انت لسه فاكره؟ انا عمري ما نسيتك. بس انا نسيتك. قلبي بيقول لي غير كده. ويوسف ما عارف اللي قلبك بيقوله؟ زي ما ريهام عارفه اللي في قلبك. ريهام مراتي. وانا حبيبتك. اللي مش تعرف تخلص من حبها.
ولا هتعرف تخلص من وجعها اللي بتحس بيه كل ما بتيجي سيرتها. ده الكلام اللي بتقوليه لنفسك يا بنت الناس وانت واصحابك مبسوطين؟ انا اتغيرت قوي يا يحيى. انا لو بكذب هسيبك انت اللي تكذب نفسك. لما تحس انك غلطان بلاش تكابر يا يحيى. احنا بنعيش مره واحده. الحياه قصيره قوي ان احنا نقضيها بنمثل على روحنا ان احنا عايشين مبسوطين. مبسوطه اني شفتك. سلام. ده باين ان انا ما كنتش لوحدي جعان يعني. ولا باين عليا قوي كده؟ يعني بص، اصلا بفضل طول النهار ما باكلش اي حاجه. مش كده تلاقيني دي اول حاجه ليا اكلها النهارده. ما فكرش في الاكل خالص. خالص؟ خالص. هو شغل الديكور صعب قوي كده؟ يا ريت هتيجي على شغل الديكور. بس انا المزيكا واخده كل وقتي. مزيكا؟ ايه حوار المزيكا ده؟ بص يا سيدي، انا بحب الغنى وليا صحابي بيحبوا المزيكا، جمعنا وعملنا بند نبسط الناس بالحاجه اللي احنا بنحبها واحنا كمان نتبسط. حلو قوي الكلام ده. طب عم ذكري بقى رايه ايه في الموضوع ده؟ عمك ذكري ده اطيب اب في الدنيا، هو دايما بيشجعني. طب والديكور هتسيبيه كده ولا ايه؟ بس يا حازم، الديكور ده هو مجال دراستي، مش هينفع اقعد استنى اخد المصروف من بابا. هي بس تيجي فرصه الغنى وانا هسيب مجال الديكور ده خالص. يلا بقى كل بدل ما ادخل على طبق. لا تعالي كلي لنا بقى. والله يا شمس انت عسل، وبعدين اللي في قلبك على لسانك كده وطيبه. انا بحسد اللي هيتجوزك على فكره. نورت دارك، كل اللي قلت عليه هيحصل حصل. ولسه كل اللي جاي كمان هيحصل. انت من النهارده ست الدار دي. انت ايه اللي جابك يا بنت؟ انا مش جايله رجلك ما تخصيش النجعه هنا تاني؟ راجعه بيتي ياما. الحنين غلاب. لا والله. مالك بقيتي غلبانه كده؟ ما كنت مستجويه وهربتي وهملتيني انا واختك. دلوقتي راجعه تاني بعد ما اخترتي سليم. عيلة سليم يا رجايه. انا كمان اخترت. اخترت انك ما تبقيش بيتي. عايشه بس؟ هي اللي بتي. عشان ايه كل ده ياما؟ مش كفايه اللي ورتهولي زمان؟ فرقت بينه وبين عبد الله، وبعدتيني عن اخت عيشه، ودلوقتي جايه تحاسبيني على الحب والجواز. خلاص ياما، رجايه توحشناها وكانت جايه تقعد معانا يومين. كتير. انا ما طايقاش لا اسمع حسها ولا اشوفها واصل. اكده؟ طب انا هقعد معاكي ياما. يا مرحب، اهلا. تشرفت.
مرتكها، لا خطفناها ولا ضربناها، جاية بمزاجها، وإن كنت عايز تاخدها يا ريت تاخدها وتريحني. يلا بينا رايا. أنا ما جيتش معاك يا عمار، ومش هسيب داري، ولما أحب أرجع أرجع بكيفي. ما بقاش بيتك يا رايا، ما بقاش بيتك، بيتك هو بيت جوزك. يبقى تختارنا أنا يا عمار. كمان أبويا وصاني قبل ما يموت على الدوار والنجا، ووصاك أنت كمان، ولا نسيت؟ مات أبوكي، مات يا رايا، وفي الدنيا دي أنت ما بقالكيش حد غيري، وأنا أبويا محتاجني وما أقدرش أسيبه. وابنك اللي في بطني يا عمار مش فارق معاك؟ ما تصعبيهاش عليا يا بنت الناس، ويلا بينا. إيه اللي حصل لكل ده؟ روحي وتبعي كلام جوزك يا رجاي، مش هتحرك من البيت يا عيشة. ولو عايزنا أبقى معاك يا عمار يبقى تختارني. أنا اخترت، اخترت أبويا يا رايا. كنت عارف، مش جديدة عليك يا عمار، عادي تسيب ابنك زي ما أبوك سابك زمان. صحيح اللي خلف ما ماتش. قطع يدك اللي تمدت على بنتي. ايه والله العظيم ورحمة ابوي، لو ما كانت حبلة منك لكنت قسمتك في ارضك مكانك. اياك تمد يدك على بنتي تاني، واني دلوقت بس تبتكت انك فعلا ابن سليم. سيرة ابويا ما تتجابش على لسانك. غور يا واد غور، يلا برا برا. ربنا ما يقطع لك عادة يا حبيبي. انا حاسه ان احنا بعد سنه او اتنين ان شاء الله هنحتاج ناخد بيت اكبر من ده، علشان الحيطان مش هتكفي كل الصور اللي انت عمال تحطها دي. الحيطه دي فيها حياتنا كلها، كل ذكرياتنا. وبعدين الحيطه دي مش بتاعتي بس، دي بتاعتنا كلنا. عارف لما بتتاخر قوي في الشغل وتغيب عننا كتير بالاسبوع وبالاتنين تبقى وحشني قوي، باجي اقف قدام الصور دي واقعد اتفرج عليهم واحده واحده، وافتكر بقى كل صوره اتلقطت فين وامتى ومناسبتها كانت ايه، وحتى الكلام اللي كنا بنقوله ساعتها افتكره. لما بعمل كده برتاح شويه وبهدى، وبحس ان احنا حياتنا الحمد لله حياتنا فيها حاجات كتير قوي حلوة، وبحس ان احنا لينا كتير قوي في بعض. بس المشكلة ان انا بعد ما بتفرج على كل الصور بتوحشني اكتر. انت بقى ما بتوحشنيش خالص خالص خالص. ليه كده يا طارق؟ لانك طول الوقت معايا بجد. أنا ماليش غيرك يا طارق. أسمعت بجد؟ إيه ده؟ أسمعت مع الفاضي والمليان؟ أنا بريء، أنا بريء. الفاضي والمليان؟ طب أنا بريء على فكرة، ما عملتش حاجة خالص. هي السبب، أنا ما عملتش حاجة، هي اللي أنا كلمتك. أنت السبب، أنت السبب صح؟ وبعدين كده قالت لي إيه بقى؟ قالت لي سلام، قالت لي تعالى أحط لك قطرة في عينك. وأنا ما رضيتش. أنا مؤدب، رفضت خالص على فكرة. طلعي القطره. طلعي انت عايزه تقتلنا ولا ايه؟ طلعي القطره. مفيش معايا حاجه. قطره ايه؟ تفصيل ده هتبوس. ثانيه واحده، ثانيه واحده، اللحظه دي ما تتفوتش. يلا يلا الصوره بقى الحلوه دي، وانت بقى مرفعنا. يلا 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 يلا. اليمين الحرمه اللي هنا ده عم سميع، ده عهد. ما انا عرفت الاسم، حتى الاسم ده أول مرة أسمعه. أنا بس خمت. بس إيه؟ لو طولت في الكلام عنها هتكون آخر مرة، عشان دي بقى من الآخر كده تعتبرها أخت موسى وأكتر شوية. أخته؟ أنا قلت عليها مراته ولا عشيته؟ مش بقول لك هتبقى آخر مرة. هي مهمة عنده قوي كده؟ ده عهد، عهد بنت جليلة. هو في جليلة كمان؟
ايوه يا سيدي، ما هي الست جليله دي اللي ربت موسى مع بنتها عهد. بسم الله ما شاء الله. اهدي بقى بالذات ما تهوبش ناحيتها، قدر انك ما شفتهاش، عشان دي عند موسى كوم والناس كلها كوم. اوعى يا نصار. جاي لي يا عمار. جاي عشان افكرك يا موسى انك مديون لي، وانا عارف انك ما بتخلفش كلامك. فاكر الدين ولا لا؟ موسى الجلاد يا عمار ما بينساش حاجة. لحقتني من الموت يا عمار، وأنا مش نكر للجميل. ودينا تقابلنا بعد 15 سنة، وجه الوقت اللي ترد لي في الدين يا موسى. طلباتك يا عمار. تسيب الدار وترحل مكان ما جيت. إلا دي؟ مفيش غير دي. ولو ما وافقتش يبقى ما طلعتش قد كلامك يا موسى، وساعتها هيكون لي حق الرد في اني ادافع عن اخواتي وارضي. عايز توقف قصادي بعد كل اللي عملته معاك؟ انت اللي بتقف قدام العطارين. لسه العلامه معلمه في حاجبك، وكل ما بشوفها بفتكرك. بس بفتكر موسى بتاع زمان، موسى الجدع اللي عمره لا ظلم ولا حب الظلم، موسى اللي قبل ما يتغير ويتمرد موسى ده كان زمان. قبل زمان ما يجي عليه. استعدينا يا عمار، أنا ما عايز شاديك، وأنت بالذات ما عايز شاديك. وأنا جيت لك عشان نفس السبب. لا لا يا عمار، الدار دي أنا مش هسيبها، مش هنعملوها على جدتي. أنا كمان مش هسيبها يا موسى. كده أنا عملت اللي عليا. كان نفسي اجي بدري واعمل معاك الواجب. الواجب ده تعمله في بيتك لضيوفك، لكن دي داري، يعني المفروض ان انا اللي اعمل معاك الواجب. يا امير، انت ما غيرتش اليافطه اللي بره ولا ايه؟ لا طبعا يا باشا غيرتها، بس لا عمار ما خدش باله بس ولا حاجه. لا يا امير ما خدتش بالي ومش هاخد بالي، عشان مش يافطة هي اللي هتقول الدار دي بتاعت مين.
ولو انت مش عارف الدار دي ليها رجاله، رجاله هيعرفوا يدافعوا عنها كويس قوي. الرجاله اللي طردوا موسى؟ اقصد اللي هيرجعوها من موسى. عمار شرفت. عمار عارف يا عمار ايه اللي مانعني ان انا اقتلك وادفنك في مكانك هنا؟ ايه؟ انك ابن الغالي، اللي غالي عليا قوي. لو مفيش حاجه تمنعك كان زمانك نفذتها من غير ما تسال السؤال ده. اتفضل يا سيبيه، نورت دار موسى. منورة بيكم. اتفضل، نورت الدار. ما قلتليش الواد المسلم العطار بيعمل ايه هنا موسى؟ سيبك منه، ده واد مخبول. قال ايه؟ جاي يقول لي اسيب الدار واروح مطرح ما جيت، تتخبل في دماغه ده ولا ايه؟ اتفضل اتفضل يا سيدي اتفضل. ده ايه الثقة دي؟ ليه حق زين العطار يطمن؟ قاعد عنده مكان زي ده وشباب مخلصين قوي زي كده لازم يطمن. ايوه يا سيدي، بس احنا كنا مخلصين غصب عننا. ما كانش عندنا حلول تانية يعني. لا اتحدت على نفسك يا امير. أنا كان عندي حلولي ونفذتها خلاص. صدق المكان ده كان لازم تحافظ عليه يا موسى؟ لا مؤاخذة يا سيف بيه، سامعك كده بتتكلم وكأن الدار دارك. هو أنت نسيت اتفاقنا ولا إيه؟ اتفقنا؟ لا احنا زي ما اتفقنا طبعا. انت مقيم في الدار هنا معزز مكرم، ورجالتك بتحمي طريق الشرقي. لا انا مش قاعد هنا، الدار دي داري زي ما اتفقنا. ولا في حاجه استجدت؟ جرايه موسى، هو انت برضه مش شغال مع سيف فيه ولا ايه؟ شغال اه، لكن الدار دي موضوع مين تاني. اتكلم كويس. انت بتكلم سيف العزازي مش سيف العزازي اللي حاجه تتاخد منه غصب عنه او بالصوت العالي. انت قاعد هنا عشان انا عايزك تقعد هنا بمزاجي بس. ما قلناش حاجه يا سيبيه، كل حاجه بمزاجك ماشي، بس الدار دي داري وده موضوع منتهي ولا ايه؟ انت عندك ضيوف هنا ولا ايه؟ لا دول مش ضيوف، دول اصحاب مكان، اصحاب بيت. اصحاب بيت؟ بيت مره واحده؟ يا سلام. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا سيف بيه، الدار نورت. ده سميح الشخص المناسب للي انت عايزه. الصلاة على النبي، وانتوا كنتوا فين يا غاجر لما البهايم اتسرقت؟ فين؟ كنا نايمين يا جناب العمدة. يا حلو انت نايمين حراسة ونايمين، نمت عليكم حتى ما تقوموا يا ابو عدا قدر يا كريم. ايه في ايه؟ ايه اليوم الغريب ده؟ في غغبة قومني كتك مصيبة زي جلتكم. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ امشي ورا امشي ورا، انا العمدة انا العمدة. في ايه؟ عايزين ايه؟ يا لهوي عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ايه في ايه؟ انا مش في ايه؟ اتوزع عليهم لحمة يا اختي، مفكرين ان الدوار هو اللي بيفرجها. لا صحيح بالهنا والشافي، بسم بالهر يا رب.
اختي قلبي. كله لله لله، حسبي الله لله يا حبايبي. ناجي العطارين؟ ناجي العطارين. وايه اللي يخلي العمده تسيبني كده عادي اروح النجع وابقى مسؤول عن مخازن السلاح؟ انت مش هتعدي على الدوار ولا هتاخد الاذن من حد، انت هتروح على مخازن السلاح على طول. من النهارده مخازن السلاح في النجع هتبقى تحت مسؤوليتك انت. أنا عارفك من أيام ما كنت اشتغل مع هاشم بيه الله يرحمه، أيام ما كنت لسه بتتكلم صعيدي. ماشي، لكن المرة دي أنا ليا طلب عندك. مش فاهم حاجة قدام حاجة يعني ولا إيه؟ العفو يا سيف بيه، مش القصد، لكن أنا كبرت على البهدلة والمرمطة، أنا عايز أرتاح. وإيه اللي يريحك يا سميح بيه؟ مكان أعيش فيه، رجالة تحت إيدي، أبقى أنا وهم في خدمتك، ومفيش ريس أوامر وتمشي عليا غيرك. بالصلاة على سيدك النبي محمد، طلبك عند سميح، أنت المسؤول عن مخازن السلاح في النجع، وأرض النجع دي هتبقى أرضك، تبني بيت، تتجوز، اللي انت عايزه. المهم يا خفيف تبقى تحت سيطرتنا، ما تخرجش عن طوعي. هتشوف معايا الخير والسعاده وهعوضك عن كل اللي فات. وانا في خدمتك يا سيف بيه. غرفه العمليات لازم تكون مجهزه بكل وسائل الاتصال مع باقي الاجهزه والنقاط الامنيه، ولازم يبقى في خط ساخن وعرض لكل الكاميرات اللي موجوده في المنطقه. غرفه العمليات دي هتكون على اتصال مباشر بيا انا شخصيا، ده طبعا بالتنسيق مع سياده اللواء. النقيب سامح هو المسؤول عن تجهيز غرفه العمليات خلال 48 ساعه. وانت يا سامح من اللحظه دي انت ورجالتك تحت قياده طارق بيه. تحت امر سعادتك يا فندم. يا فندم انا عايز كمان قايمه بكل اسماء العناصر الارهابيه اللي اتصفت خلال الشهرين اللي فاتوا، اماكن تصفيتهم واي حاجه كانت معاهم. موجوده، احنا عندنا قاعدة بيانات جامعين فيها كل المعلومات دي. عظيم. سيادة النقيب، أول ما غرفة العمليات تجهز يا ريت يبعت لي تقرير يومي عن أي تحركات غريبة في المنطقة، سواء في الطرق أو في الصحراء. تمام يا فندم. أي ومستنيين. شكرا، شكرا سيادة النقيب. ربنا يوفقك. اتفضل أنت يا سامح عشان تلحق تجهز نفسك. تمام يا فندم. اتفضلوا يا سيادة أنتوا كمان. يا طارق، أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع. تحت أمر سيادتك، بخصوص إيه؟ بخصوص يوسف. ازيك يا جيهان؟ اكيد سبب قوي جدا اللي خلاك تشرفني النهارده بالزياره بنفسك. اظن مفيش اقوى من اني اشوفك بتتصرفي تصرفات غلط وبتقعي. مش فاهماك يا سليم. شوف يا جيهان، لو انتي مش قادرة تواجهي المشاكل لوحدك، انتي عارفة كويس قوي ان انا ايدي ممدودة ومفيش مشكلة ملهاش حل. مع اني مش فاهميك ولا فاهمة ايه المشاكل اللي انت شايفنا فيها،
بس أنا مبسوطة إنك جيت وإني شفتك. متشكر. بس هو أنتي مش فاهمة بجد ولا بتقولي كده وخلاص؟ لأنه في الحالتين تبقى مصيبة. سلمى بعد ما كانت ضاعت ورجعت ضاعت تاني يا جيهان، مقضيها تنطيط مع الواد ابن الرايق، وياسمين جوزها طلقها ولا كأنه كان جايبها من الشارع. واللي زاد الطين بلة الواد اللي ما نعرفش اترامى علينا من أنه داهية، وانت مدخلاه وسط العيلة ومعيشاه في وسط ولادك. جيهان القصر بيفضى من حواليك يا جيهان. انت بتراقبني يا سليم؟ ولو ان المسألة مش محتاجة، انما لو هتعتبري خوفي على اولاد اخويا مراقبة يبقى ايوه براقبكو. انا براقب ولاد اخويا لاني خايف عليهم. لا انت مش خايف عليهم، انت بس عايز تثبت لنفسك ان انت صح. تاني يا جيهان، لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنت الناس افهمي، ما انا كان ممكن مجيش واسيبك لعنادك ده لغاية ما تغرقي. اعمل اللي انت عايزه، بس على كل حال لما تلاقي حد من ولاد اخوك في مشكلة ولا في خطر وتساعده انا اكيد مش هرفض، بالعكس هبقى مبسوطة جدا. بس مش لازم يعني كل مرة تعمل فيها كده تيجي وتحكي لي على المساعدة اللي ساعدتها له وعلى المشاكل اللي فيها ولادي واللي انا معرفش عنها حاجة، عشان بس تحسسني قد ايه انا مقصرة في حق ولادي. خلاصة الكلام، انا مش جاي اقولك انك مقصرة ولا حاجة، أنا جاي أقولك ببساطة إنك بتتصرفي غلط، وده مش هيوصل لأي حاجة. ميرسي يا سليم، سيبني أتعلم من غلطات يا سيدي. ماشي، حاضر يا جيهان، هسيبك تاني عن إذنك.